وظفت الأمانة العامة لمجلس النواب كافة الإمكانيات وطاقاتها لمساندتها ودعم العمل ودعم العمل لإعضاء المجلس النيابي تطلعا لاستمرار النجاحات التي حققتها التجربة التشريعية لمجلس النواب وإبراز الدور الذي يقوم به المجلس على جميع الصعود وربما وبما لها من دور كجهاز تنفيذي للبرلمان تتمثل مهمته في تقديم الدعم للساده اعضاء المجلس عملت الامانه العامه وفق خطه استراتيجيه للسنوات 2018 2022 تتواكب مع تطلعات ورؤيه حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى.